رؤية تجسد معنى الانفتاح على العالم. كيف تنظر سمو الأمير إلى حالة القلق على الهوية، الممانعة، التوجس، الخوف عند شريحة من المجتمع تجاه هذا الانفتاح اللي نشوفه في السياحة وفي الترفيه وفي غيرها؟ إذا هويتك لن تستطيع أن تصمد مع التنوع الكبير في العالم، معناتها هويتك ضعيفة ويجب أن نستغني عنها. وإذا هويتك قوية وأصيلة تستطيع أن تنميها وتطورها وتعدل السلبيات اللي فيها وتحفز الإيجابيات اللي فيها، معناتها أنت حافظت على هويتك وقوتها. يعني بدليل اليوم لبسنا في المملكة العربية السعودية وعاداتنا العريقة وتقاليدنا وإرثنا الثقافي والتاريخي، وقبل كل ذلك إرثنا الإسلامي، يشكل جزء رئيسي من هويتنا، نطوره مع تطوير الزمان ونستمر في تعزيزه لكي يكون أحد عناصر تشكيل العالم وأحد عناصر الأشكال الموجودة في العالم. وأعتقد أنه هويتنا قوية للغاية، نفتخر فيها، هي جزء رئيسي من صنعي أنا وأنت وكل مواطن سعودي، هي جزء رئيسي من الحراك اللي صار في المملكة العربية السعودية، هي بسبب هويتنا السعودية اللي مبنية على الهوية الإسلامية والعربية وإرثنا الثقافي والتاريخي.